هنروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراة، نتعرف منه على آخر الأجواء قبل انطلاق المباراة مباشرة. مساء الخير يا محمد. متعتونا في استوديو تحليلي ممتاز ومتميز، ومتعت كل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هنا كابتن ايمن يعني عامل حاله من المتعه لكل الموجودين في الاستاد. هتاف مستمر منذ ان وصل فريق النادي الاهلي للملعب، يمكن طبعا الهتاف الاشهر هم ابطال افريقيا هم. يمكن النهارده من المصادفه ان كل الناس اللي موجوده في الاستوديو التحليلي حضرتك والكباتن الكبار كلكم فزتوا ببطوله افريقيا، سواء دوري ابطال افريقيا او كمان كاس الكؤوس الافريقيه. اعتقد حاله جميله جدا عاملها جمهور النادي الاهلي، احسن استقبال الجهاز الفني واللاعبين بشكل متميز. يمكن تحيه كبيره جدا للفريق كله، وكمان كل فرد في الفريق على حده. حاله اكثر من رائعه عاملها جمهور النادي الاهلي، ودايما يا رب يفضل كده اللاعب رقم واحد. واعتقد يعني مجلس الاداره كان له دور مهم النهارده كابتن ايمن. الاتوبيسات اللي وفرتها لجماهير النادي الاهلي يسرت كتير جدا على الجمهور، وخلت جمهور الاهلي الحمد لله موجود بالساعه الكامله النهارده. ودايما يا رب في يعني في ظهر جمهور النادي الاهلي، يكون في ظهر فرقته. يمكن كمان يمكن حضور رفيع المستوى مجلس اداره النادي الاهلي اطمن بس على الاجواء دي. لا من الجانب ده يا كابتن ايمن اطمئن تماما. يمكن درجه حراره اكثر من رائعه، ما تزيدش عن 25 درجه مئويه، الرطوبه منخفضه تماما. ارضيه الملعب كمان النهارده بتظهر بشكل اكثر من رائع، يمكن بشكل مغاير تماما عن اخر مباراه خدها النادي الاهلي على نفس الملعب امام سموحه يوم 17 ابريل الماضي. الارض النهارده متميزه جدا، ان شاء الله تساعد فريق النادي الاهلي على اداء مباراه كويسه جدا. وباذن الله ثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله تكون ثلاث نقاط جديده تدفعنا بخطوه امام باذن الله في طريق المقدمه، وكمان في استعاده اللقب 43. يا كابتن ايمن كل الاجواء هنا اكثر من رائعه، واكثر ما يميز الاجواء النهارده هو جمهور النادي الاهلي العظيم. يا كابتن ايمن الكلمه لحضرتك. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.